السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة. يسعى الإطار التنسيقي إلى تشكيل حكومة توافقية تشترك فيها جميع الكتل السياسية لتجاوز عقبة الخلافات اللي تراكمت بعد انتهاء انتخابات تشرين، ويتحرك الإطار اللي تولى زمام المبادرة نحو جمع الكتل السياسية تحت مظلة حكومة وطنية تشمل الجميع دون إقصاء أو تهميش أي طرف سياسي. أما في الجانب الآخر تتصاعد الاحتجاجات المطالبة بتوفير فرص العمل من قبل الخريجين يوما بعد آخر في ظل انعدام فرص العمل وتفشي البطالة بين صفوف الخريجين. ومقابل هذا شهدت بغداد وعدد من المحافظات مسيرات وتظاهرات واعتصامات لعدد من خريجي كليات الهندسة للمطالبة بتوفير فرص العمل. إذن مشاهدينا بحصادنا لهذا اليوم راح ناقش كل هاي التداعيات مع ضيوفنا الكرام، تتفضلون بقاء ويانا ومتابعتنا. حياكم الله مجددا. يؤكد مراقبون ان الاطار التنسيقي هو الكتله النيابيه الاكبر ويمتلك الاريحيه التامه فيما يخص الانفتاح على الاطراف السياسيه الاخرى وعمليه تسميه الكابينه الوزاريه المقبله. نفتح وياكم مشاهدينا هذا الملف، لكن بعد ان نشاهد تقرير الزملاء في غرفه الحصاد. يبدو ان الاطار التنسيقي بات متصديا وبشكل كبير وامام الجميع لملف تشكيل الحكومه الجديده باعتباره الكتله النيابيه الاكبر كما تعبر عنه قيادات الاطار في كل محفل. هذا الامر زاد من تحمله للمسؤوليه وتبني مباحثات جديه وحقيقيه لتشكيل الحكومه، بدءا من خوض مباحثات لا تقصي اي طرف سياسي من اجل الحفاظ على النسيج الوطني، كما يؤكد ضمان تسمية كابينة وزارية يشترك فيها الجميع بلا استثناء لتأخذ على عاتقها إدارة زمام الأمور في البلد استعدادا للمرحلة المقبلة. لكن وفي غمرة احتدام الخلاف داخل البيت الكردي حول منصب رئيس الجمهورية، تقف العملية السياسية في البلاد على مفترق طرق بسبب تصاعد حدة الخلافات كرديا. فعملية اختيار رئيس الجمهورية بحاجة إلى توافق كبير بين جميع القوى السياسية لضمان حصول المرشح على أصوات ثلثي أعضاء البرلمان وتمريره بسهولة وعدم خوض أشواط إضافية في عملية التصويت قد تربك المشهد السياسي وتسير به نحو تعقيد أكثر وانسداد أطول من ذي قبل. فالمناخ العام للبلاد لا يحتمل المزيد من المماطلة في خطوات تشكيل الحكومة، وعليه لابد للكتل السياسية أن تحصد أكبر عدد ممكن من نقاط الالتقاء بغية استكمال الاستحقاقات الدستورية والوصول إلى عتبة تشكيل حكومة تكون على قدر المهمة وصعاب المرحلة. مجددا حياكم الله مشاهدي الاحبه. بهذا الملف ارحب بضيفي الكريمين الاستاذ صباح العقيري عضو شبكه الهدف التحليلي السياسي، حياك الله استاذ صباح، ضيفين كريمين. وكذلك ارحب بضيفي الكريم الاستاذ مهند جواد عضو الهيئه العامه لتيار الحكمه الوطني، حياك الله استاذ مهند. ابدا مع حضرتك استاذ صباح، يعني هناك حديث عن بدء المفاوضات بين الديمقراطي والاتحاد لاختيار مرشح الرئاسه، هل من بوادر الاتفاق ام ان عقده رئاسه الجمهوريه لا زالت هي الحاكمه؟ وأيضا نعرف مدى تأثيرها على العقدة الثانية اختيار رئيس الوزراء. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك أستاذ أحمد ولضيفك الكريم ولقناة ومشاهدي ومتابعي الأيام الفضائية. يعني حسب توصيفك يعني قضية عقدة رئاسة الجمهور قد تكون هي بالأزمة السابقة، يعني
يعني كان هنالك انسداد سياسي بسبب عدم اتفاق الكتل السياسية، وهذا ما دفع عدم اكتمال النصاب، يعني مع محاولة التحالف الثلاثي السابق المنحل بأغيهان على اكتمال نصاب جلسة البرلمان من أجل تمرير رئاسة الجمهورية، هذا لم يحدث، وبالتالي انهار التحالف الثلاثي بسبب يعني عدم قدرته على جمع هذا العدد اللي يؤهل تجاوز عقدة رئاسة الجمهورية. الآن رجعنا إلى التفاوض ما بين القطبين الكرديين، الاتحاد الوطني والديمقراطي، وبالتالي الآن يعني الكرة في ملعب الكرد، عليهم أن يتفقوا. يعني هنالك قراءات يعني نعرج عليها، إما تنازل أحد الطرفين للآخر بقضية مرشحي الطرفين، أو أن يذهبون إلى مرشح تسويم فيما بينهم، وممكن أن يكون هنالك مرشح من داخل المكون الكردي لكن بعيد عن حزب الاتحاد الوطني والديمقراطي. هذه القضية. القضية الأخرى قد تكون هي حدثت بعد انتخابات 2018، عندما لم يتفق الحزبان الكرديان، اضطر البرلمان أن ينعقد بجلسة وأن يكون التصويت على رئاسة الجمهورية من خلال البرلمان العراقي، وأعتقد هذا ما حدث في 2018، هذا السيناريو اللي متوقع، وسبب قد يكون هذا السيناريو هو الأقوى الحدوث، السبب بأن يعني لحد الآن الحزب الديمقراطي متمسك بمرشح غبير أحمد خالد، وكذلك الاتحاد الوطني هو متمسك، لكن يعني هنالك ضغوط من قبل الإطار التنسيقي على الحزبين الكرديين من أجل الإسراع في الاتفاق وأن يأتوا إلى بغداد بمرشح واحد. أعتقد المهلة تنتهي بعد عطلة العيد. طيب، العيد راح يكون حافل أيضا بالمفاجآت السياسية. في هذه الأثناء أرحب بضيفي الكريم السيد غازي كاكاي، عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، انضم معي عبر سكايب. حياك الله سيد كاكاي، وأعتذر من حضرتك الأستاذ مرتضى ملا جواد، عضو الهيئة العامة لتيار الحكم الوطني، لبس قصير باسم حضرتك. أستاذ مرتضى، نتحدث عن المصادر اللي تقول أن هنالك مواقف للكتل السياسية تصر هذه المواقف على المضي في تشكيل الحكومة وفق مبدأ الشراكة، التوازن، التوافق، راح يتحقق هذا المبدأ وفق هذه الاشتراطات الثلاث في غياب الكتلة الصدرية برأيك؟ تحية لكم ولضيوفك الكريم ولمشاهدي قناتكم الأفاضل. واقعا أنه ما خلفت العملية الانتخابية كثير من المشاكل والهموم يعني هذا يحتاج بحد ذاته إلى مواقف حازمة، والمواطن العراقي اليوم ينتظر ويمن النفس بأن تكون هناك حكومة قوية، وبالتالي هذه الحكومة يجب أن تكون مصدر السلطات حقيقة، هي مصدرها المواطن العراقي. اليوم المواطن يتأمل بأن تكون هناك حكومة قوية، الحكومة هذه تأتي نواتها ومباشرة هي تأتي من الانتخابات، عبر انتخابات حقيقية نزيهة شفافة قوية، وبالتالي ثم الانتقال إلى أن يكون هناك برلمان قوي على ضوء النتائج الانتخابية الرصينة والقوية. هذا اليوم حقيقة هناك مخلفات كبيرة جدا خلفت العملية الانتخابية. اليوم ما جرى بعد استقالة الكتلة الصدرية، وهذا حقيقة لم نكن نتمناه ونأسف عليه كثيرا، بأنه اليوم الكتلة الصدرية تمتلك الرقم الكبير وهي صاحبة أولوية كبيرة جدا في العملية السياسية، ولها ما لها وعليها ما عليها. كنا نمن النفس بأن تجلس على طاولة واحدة مع قوى الإطار، مع كل الشركاء السياسيين بالعملية السياسية العراقية، وبالتالي الحراك يكون أكثر نضوج وأكثر فاعلية. اليوم الإطار التنسيقي هو يتبنى بأن يكون هناك حكومة قوية. هذه الحكومة أول معطى حقيقة لها يجب أن تكون هناك حكومة خدمية قوية. الحكومة القوية يجب أن تكون خدمية، خاصة وأنه اليوم العراق يعيش حالة انتعاش يعني شبه اقتصادي. هذه الحالة الانتعاش الاقتصادي يجب أن تعوض بأن يكون هناك خدمات حقيقية. هذه الأرقام التي تعلن للإعلام وللمواطن العراقي يجب أن يستفاد منها المواطن العراقي، لا فقط الشارع العراقي يسمع بهذه الأرقام وبالتالي لا يكون هناك جدوى. المواطن ينتظر أن تكون هناك تفعيل لخدمات، تفعيل لإنهاء ملف الأزمات. نحن اليوم بصدد أزمة مالية، أزمات مناخية، أزمات اقتصادية سياسية،
وبالتالي كل هذا يجب أن تكون بالمقابل حكومة قوية. هذه الحكومة يجب أن تعتمد على ركائز حقيقية، بالرغم من أنه نحن أعلننا في مواقف سابقة ومنذ إعلان النتائج للانتخابات المبكرة نحن في الحكمة لسنا طرف من تشكيل الحكومة المقبلة، ولكننا لا ننسلخ من كوننا اليوم شركاء بالعملية السياسية. سنكون خير ساندين وداعمين أن تكون هناك حكومة قوية، هذه الحكومة تلبي طموحات المواطن العراقي. اليوم نحن نتعاون مع كل الشركاء السياسيين داخل الإطار التنسيقي. الإطار أيضا بادر منذ الإعلان الكتلة الصدرية، بادر هو أيضا بتشكيل لجان، وهذه اللجان تتوزع، جزء منها يذهب إلى الإقليم للتباحث، جزء منها يذهب إلى القوى السنية للتباحث وتفكيك الأزمات الموجودة. ولكن إلى هذه اللحظة نحن ننظر إلى البيت الكردي للملمة أوراقه، وبالتالي إعلان ترشيح مرشحة الإيتاء به إلى بغداد، لا الإيتاء إلى بغداد وبالتالي يكون متفككين. نحن ننظر إلى البيت الكردي أن يأتي إلى بغداد مجتمع على شخصية واحدة حتى يكون هناك تسهيل لإعلان عملية سياسية قوية، ومن ثم ترحيل هذه الأزمات إلى حيث أنه ننهي هذه الأزمات الكبيرة والتي خلفتها في هذه الجزئية. أستاذ مرتضى، البيت الكردي مقدم أيضا، رئاسة الجمهورية مقدمة على تشكيل الحكومة واختيار رئيس الوزراء. أجل ترحاب حضرتك سيد غازي كاكاي، أسأل حضرتك لما تفضل وانتهى إليه ضيوف الكرام بأنه سيد العقيلي يقول بأن عطلة العيد وما بعد العيد ستكون كفيلة بخلق حراك سياسي، والسيد مرتضى ملا جواد يقول أيضا ب يعني الذهاب إلى قبة البرلمان بمرشح واحد كما يحدث في كل مرة عند انتخابات 2018. تتوقع حسم ملف رئاسة الجمهورية بعد انتهاء العطلة التشريعية، أم أن الأمر لا يزال صعب في ظل تمسك الحزبين الكردستانيين بمرشحيهما؟ تحية لك أستاذ أحمد، وتحية لضيفيك الكريمين ومشاهدين الأعزاء. لك كل التحية. الصوت جدا سيء لذلك دا أسمعك من التلفزيون. الصراحة يعني الأجواء هادئة في أقليم كردستان. في المرحلة الماضية كان هناك خلافات في البيوتات الثلاثة الكردية الشيعية السنية، لكن اليوم نرى بأن في أقليم كردستان بالأخص الأرضية مناسبة، واستمرت الحوارات في الفترة الماضية بين الاتحاد والديمقراطي لحل جميع النقاط الخلافية. وفي البيت الشيعي أيضا يعني أيضا كنا لا نتمنى انسحاب تيار الصدري من عملية سياسية، لربما استقالوا نواب من التيار الصدري لكن لم يعلنوا لحد الآن يكونوا خارج الحكومة أو داخل الحكومة. هنا يقع المسؤولية، وحاليا المسؤولية كبيرة على الإطار التنسيقي ومع شركاء الإطار التنسيقي في المرحلة الماضية، بأن يعني رؤية الاتحاد ورؤية الإطار التنسيقي باعتقادي في المرحلة الماضية كنا نريد أن يكونوا جميع الكتل السياسية، كل الأقطاب الموجودة في العملية السياسية أن يكونوا داخل العملية السياسية، لأن المرحلة تتطلب منا ذلك. طيب. لذلك باعتقادنا بأن لا يتشكل حكومة قوية في حال إقصاء أو تغيب طرف سياسي مهم، إلا إذا طرف سياسي هو أراد أن يكون خارج عملية سياسية فهذا أيضا الرأي محترم. لذلك المسؤولية كما أسلفت على الإطار التنسيقي والاتحاد والعزم وحركة بابليون وبعض الأحزاب الناشئة ليبدوا بشكل جدي ويذهبوا إلى بقية الشركاء، لأن صراحة 8 إلى 9 أشهر أنهكنا في هذه المرحلة المواطن العراقي باعتبار أجرينا انتخابات مبكرة ولحد الآن لم نستطع تشكيل حكومة. كيف خرج المواطنين إلى الشوارع وفي مظاهرات تشرينية وطلبوا حياة كريمة وطلبوا الخدمات وطلبوا كثير من هذه الأمور؟ حاليا نرى خطابات القادة السياسيين جميعهم متفقين في نقطة، وهذه يعتبر عامل إيجابي تتلاقى فيها كل الرؤى بأن الجميع يريد أن نشكل حكومة خدمية
قوية تكون في خدمة المواطن العراقي. لذلك علينا أن لا نكون أو لا نكون سببا في نفس الوقت البيت الكردي ولا بقية الأطراف السياسية أن نكون جزء يعرقل الذهاب إلى تكملة الاستحقاقات الدستورية. لذلك لربما مناسبة العيد الأضحى وبعد عطلة العيد سيكون هناك جولة أخرى من الحوارات واجتماعات بين الاتحاد والديمقراطي وأيضا في بقية الكتل السياسية، لكن على الحكومة أيضا وعلى البرلمان أن يضع موعدا لانتخاب رئيس الجمهورية، باعتبار لا نريد يعني صراحة أن يتوقف الذهاب إلى تشكيل الحكومة. طيب. مع الاتحاد مع الديمقراطي في هذه المرحلة يعني لدينا تفاهمات سابقة أو نعود إلى التفاهمات السابقة أو نعقد تفاهمات جديدة وندخل مرشحين إذا قبت البرلمان ونحسم انتخاب رئيس الجمهورية. يعاد سيناريو 2018 سيد كاكاي. طيب في هذه الحالة راح تكون هناك مسارات، اسمح لي أن أذهب إلى أستاذ صباح زنقة، أستاذ صباح الأقيلي. أستاذ صباح، هناك استمرار متوقع للأزمة إذا ما كانت هناك مسارات للحل. إذا استمرت الأزمة، عدم اتفاق على اختيار رئيس جمهورية، عدم تكليف رئيس للحكومة، يقابل كل هذه المسارات حراك شعبي وضغط جماهيري أو من ضغط جماهير كتلة معينة، بالتالي كيف سيكون شكل الخارطة السياسية وسط هذه الأحداث؟ يعني بلا شك بأنه الخارطة السياسية لحد الآن غير واضحة، وقد تكون متعلقة باتفاق الكتل داخل البيت الكردي وداخل البيت الشيعي، يعني لحد الآن غير محسوبة. نعم هنالك أسماء الآن، يعني حتى داخل البيت السني هنالك من يتحدث عن إعادة اختيار رئيس البرلمان. أحسنت، يعني الآن هنالك انسحابات من يعني من التحالف الثلاثي، يعني الآن يعني مثلا أحمد الجبوري أبو مازن انسحب وانضم إلى عزم برئاسة مثنى السمرائي وانضم إلى الإطار مثل ما تعرف، يعني دليل بأنه التحالف الثلاثي انفرط أصبح من الماضي. الآن المعادلة تغيرت، الذين كانوا يلوحون بالأغلبية الوطنية الآن هم يطالبون بالشراكة والتوازن والتوافق. ما الذي تغير؟ قد تكون بأنه العنصر القوة فقدتها هذه الكتل السياسية، قد تكون السيادة، وكذلك الحزب الديمقراطي عندما كانوا أقوياء ويلوحون بتشكيل الحكومة، وهذا يعني جزء قد يكون البعض من يفسره من البيت الشيعي بأنه هو تجاوز على حقوق الأغلبية. الآن نحن ننظر يعني على سؤالك، يعني ننظر إلى الخلاف الكردي الكردي، الخلاف الكردي الكردي خلاف عميق جدا، وقد تكون التنافس والتدافع على المناصب وعلى السلطة هو قد يكون هو العامل الأساسي والكبير عدم اتفاق. الآن الاتحاد الوطني ليش تمشي الكتل السياسية بهذه المسارات وكأنه الوقت في يدها؟ ليش ننسى ضغط الشارع وهنالك تلويح بورقة الشارع؟ ضغط الشارع، المشكلة بأنه ضغط الشارع نعم قد تكون هو قنبلة موقوتة أو نقول فوهة بركان ممكن أن تنفجر في أي لحظة. الآن القضية الانفجار هي متعلقة بشكل الحكومة القادمة. الآن قضية شكل الحكومة الآن هي متعلقة برئاسة الجمهورية مثل ما تعرف. ما أرجئت شكل الحكومة أستاذ صباح، يعني لما يحدد صلاة جمعة فبالتالي هي ما محددة بشكل الحكومة، يعني ضبط التوقيتات، يعني حتى الآن نحاول دعنا نحلل الأمور بإيجابية لا بسلبية. نعم دع مثلا من يقيم صلاة الجمعة أو يتظاهر لدعم جهة معينة، التظاهر مكفول لكل للجميع، هذا الأمر هو لا يعني بأن الآن من هو حريص على العملية السياسية واستقرارها، والاستقرار العملية السياسية هو مرتبط بالاستقرار الأمني. إذن القضية الآن متعلقة على مستوى الإجماع، الكل داعم بالإسراع في تشكيل الحكومة. السبب هنالك احتقان كبير جدا داخل الشارع، تأخر تشكيل حكومة 8 أشهر. طيب. وقد يكون أبناء الشعب العراقي لا ينتظرون بعد أكثر، يعني هنالك محركات داخلية وخارجية ممكن تحرك الشارع وتعيد سيناريو 2019. هذا نضع أمام الكتل السياسية وبدرجة الأساس الإطار التنسيقي. هذا الحديث يأخذنا
على مهمة الإطار التنسيقي. الإطار التنسيقي الآن هو يتحمل مسؤولية إدارة دفة العملية السياسية. طيب. الآن الكرد أعلنوا نحن لن نتدخل في قناعة المكون الأكبر في اختيار رئيس مجلس الوزراء. طيب. والآن المكون الشيعي لا يتدخل في قناعة الكرد. يعني كان حديث الإطار. طيب. اذهبوا وتعالوا إلى بغداد بمرشح واحد. لكن القضية الآن أكبر من ذلك، أكبر من اتفاق على رئاسة الجمهورية. أستاذ أحمد، هنالك خلافات عميقة ما بين الاتحاد، والسبب بأنه هو الذي أججها هو الحزب الديمقراطي الكردستاني بعد حصوله على المقاعد الأكثر من الاتحاد. كان خطابه بشكل فوقي وكبير، وكأنه هو يريد أن يفرض معادلة. الاتحاد قال بشكل واضح بأن لدينا اتفاقات استراتيجية ما بيننا في توزيع المناصب، مثل ما لكم رئاسة أقليم كردستان لنا رئاسة الحكومة المركزية. هذا توزيع فيما بينهم. هذا الأمر هو انقلاب الديمقراطية على الاتفاقات السابقة. ما دفع الاتحاد بأنه يصر، بل حتى لوح بأنه يخرج من أقليم كردستان. هذا يعني جواب من السيد كاكاي، ولكن نعم. ما تفضلت به بأن الحكومة التوافقية هي السيناريو المقبل، خلينا أنتقل بهذه. أبداً أبداً أستاذ أحمد، التوافقية لا. أو الإطار يشكلها لما تقول الإطار. يعني خلينا نشرك. لا لا، تفسيرها حتى إحنا من الجنة، إحنا لحد الآن بعدنا على الجوف حتى نكون. إحنا مو بالجزء من الإطار. يعني بس إيش راح يشكل؟ أنا أعتقد الآن قضية مفصلية ومهمة ودقيقة وخطيرة. يعني أعتقد أني أصف تشكيل الحكومة هي عبارة عن عملية كبرى ودقيقة، بل فوق الكبرى. يعني دكتور هذه العملية هو الإطار التنسيقي بعد أن نفض عباءته الكرد. طيب. وكذلك السنة الآن يتحمل مسؤولية الإطار. طيب. يا أما تكسر الجارة في رأس الإطار أو يكون قادر على إدارة دفة العملية السياسية وفي تشكيل الحكومة بعيدا عن التوافق والمحاصصة. نعم. لأن هذا راح يدفع فرقاء ومتربصين هكذا. طيب. أقول كسر الجارة، خلينا نشوف هذا المصطلح ونشوف ويانا أستاذ مرتضى. أستاذ مرتضى، ما تحدث السيد العقيلة عن كسر الجارة؟ الإطار لما يتبنى ويتحمل مسؤولية وينفض عباءته بكل التوصيفات تحدث بها السيد العقيلة، هناك تحذيرات أيضا من سقوط سريع للحكومة التي ستشكل في المرحلة المقبلة، وأيضا هنا أصر على شكل التوافق للحكومة. بالتالي ما السيناريو المتوقع؟ ولذلك نقولها دائما في كل الاجتماعات بأنه الحكومة المقبلة يجب أن تكون حكومة تلبية الطموح للمواطن العراقي. شلون؟ يعني أولا يجب أن تكون هذه الحكومة هي حكومة قوية تستمد قوتها من شراكة كل القوى السياسية وبدعم مطلق من كل القوى السياسية. واحد، ثانيا يجب أن تتمتع هذه الحكومة بصلاحيات يمكن أن تلبي طموحات المواطن العراقي بتلبية احتياجات الخدمية. إذا لم يكن هناك عمل حقيقي وجاد من هذه الحكومة المقبلة ستكون العواقب وخيمة جدا على الإطار التنسيقي. إذن الإطار اليوم أمام تحدي كبير جدا. هذا التحدي أما ينجح به أو لا ينجح، وهذا التحدي يكمن في أن تكون هناك حكومة قوية تلبي طموحات المواطن العراقي. نعم. كثيرة هي الأمور التي ممكن أن تستفاد منها الحكومة المقبلة. أولا أنه اليوم العامل الأقليمي ما عاد يتدخل في الشأن الداخلي العراقي مثل ما كان في السابق. هذا واحد. شلون العامل الإقليمي ما يتدخل؟ يعني إحنا نرى بأن سيناتور أمريكي يصف لك شكل الحكومة ومن الكتلة الفاعلة يتدخلون. أبدا سيد الكريم. السفير الإيراني اليوم في لقاء مع سيد الحلبوسي. سيد الكريم. هذه كل لقاءات. أستاذ أحمد، اليوم وأن يكون الجميع يريد أن تكون هناك، الجميع أطلق مبادرات خارجية، ولكن نحن جزء من القوة التي طالبت هذه المبادرة عندما تأتي من الخارج يجب أن تنفذ بأيادي عراقية خالصة. هذا واحد. ثانيا العالم اليوم يعني تنفذ تعبيرات جدا دقيقة، تأجيل تعبيرات أستاذ مرتضى، تنفذ بأيادي عراقية إذا تسمح لي أستاذ أحمد. والتنفيذ يختلف عن التخطيط أستاذ أحمد إذا تسمح لي حتى أوصل فكرتي. وصل فكرتك تفضل. اليوم العام الحرب الروسية كثيرا من عقول العالم. هذا واحد. ثانيا اليوم إيران والسعودية اليوم تجلس في العراق على طاولة واحدة لتفكيك أزماتها، وهذا عامل جيد، هذه نقطة إيجابية ثانية تحسب ويجب أن تستفاد منها الحكومة المقبلة. ثالثا اليوم الارتفاع في أسعار النفط. نعم. العراقي يجب أيضا أن يستثمر لصالح المواطن العراقي، وهذا الاستثمار يجب أن
يلتمس المواطن العراقي، الشارع العراقي يجب أن يلتمس، لا فقط من هو متربع على عروش الأموال وبالتالي تكون فقط أرقام، وممكن أن يكون هذا استثمار للمواطن العراقي يتحول إلى باب من أبواب الفساد وبالتالي لا يمكن أن يستفاد منه. إذن العوامل الدولية، العوامل الإقليمية اليوم تساعد العراق على أن ينجو من المشاكل الموجودة والتي تحدق به دائما على مدار سنوات كثيرة. نقطة رابعة ممكن أن يستفاد منها العراق اليوم والحكومة المقبلة، اليوم الداعم الدولي والداعم الأكبر للنفط والغاز هي روسيا لأوروبا، هناك مشاكل وعراقيل أمام النفط والغاز الروسي للدول الأوروبية. اليوم العراق يمتلك ترسانة كبيرة من الغاز والنفط، ممكن أن يستفاد منا هذا حقيقة أيضا، ولذلك نقولها أنه الحكومة المقبلة هي أمام تحديين لا ثالث لهم. التحدي الأول أن تكون حكومة قوية فعلا وتلبي طموحات المواطن العراقي، وثانيا لا سامح الله أن تكون حكومة غير قوية وبالتالي تصدم بأول اختبار. طيب سيد كاكاي، يعني استمعت لما تفضل بضيوفك، مرد سألك سؤال مباشر لربما الصوت ما راح يكون واضح عندك. هنا نتحدث أي مرشح راح يدعم الإطار التنسيقي بتشكيل الحكومة، مرشحكم أم مرشح الحزب الكردستاني الآخر لرئاسة الجمهورية أقصد؟ يعني صراحة لدينا منذ البداية تفاهمات وبعدها أصبحت اتفاقية مع الإطار التنسيقي ومع بقية القوة العزم وحركة بابليون وبعض الأحزاب الناشئة. لذلك في البداية تجمعنا في تجمع وطني الذي أسميناه الثلث الضامن، لأن باعتقادنا هذا التجمع كنا نعتقد بأن هذه المرحلة يحتاج منا الاصطفاف جميعا في جانب واحد. لذلك كتل سياسية أرادت أن تذهب أو أرادت الذهاب إلى تشكيل حكومة بتسمية مختلفة بتجربة جديدة، لكن استقراءنا كان بأن واقع العراقي لربما لا يتحمل التجارب الجديدة، لربما أي تجربة خارجية إذا جلبناها إلى العراق سيصطدم بالواقع السياسي العراقي ونذهب بالعراق إلى المجهول ولا نعلم ماذا سيصبح. ولذلك في البداية تجمعنا في تجمع وطني وأصبح اتفاق استراتيجي مع الإطار وبقية الشركاء. لذلك رؤية الاتحاد والإطار التنسيقي لا نريد تغيب أي طرف سياسي، ندعو بقية الأطراف السياسية أيضا أن يكونوا جزء من الحكومة. لذلك حسب هذه التفاهمات بالتأكيد الإطار التنسيقي أقرب أن يدعم مرشح الاتحاد، هذا من جانب. من جانب آخر يعني رؤية الاتحاد لمؤسسة رئاسة الجمهورية ربما مختلفة عن بقية الأحزاب التي لديها مرشحين في البرلمان. رؤية الاتحاد يجب أن يكون رئيس الجمهورية هو مرشح في الفضاء الوطني، باعتبار نحن لا ننتخب رئيس للاتحاد ولا للديمقراطي، بل رئيس لكل العراق، لكل الأحزاب، لكل المواطنين العراقي. لذلك يجب أن يكون رئيس الجمهورية في الفضاء الوطني، يجب أن يكون مؤسسة رئاسة الجمهورية بعيد عن هذه الحسابات السياسية، لأن مؤسسة رئاسة الجمهورية مؤسسة مهمة جدا، يجب أن لا تكون منصبا لإهداء وتكريم أي شخصية. لذلك علينا الاحتفاظ على هذا المؤسسة، وفي نفس الوقت يعني مؤسسة رئاسة الجمهورية رئيس الجمهورية لماذا ألزم الدستور نصاب الثلثين؟ باعتبار هذه من جهة لأهمية هذا المؤسسة، ومن جهة أخرى للحفاظ على الأوزان السياسية. لذلك نحن والديمقراطي يعني كما ذكر ضيفك أستاذ صباح، يعني فعلا في الفترة الماضية ربما بعض المقاعد التي استطاع أن يأخذها الديمقراطي انغر كثيرا أن يعوف أو يترك شريكه استراتيجي ويذهب إلى تسميات أخرى في تشكيل حكومة. لذلك الاتحاد لا يفكر كذلك، ربما لم يدرس في ذلك الوقت الديمقراطي الوضع بشكل دقيق، باعتبار الاتحاد والديمقراطي لربما وضعنا يختلف عن بقية الأحزاب والكتل السياسية، باعتبار نحن شركاء في برلمان وحكومة أقليم كردستان ولدينا تحديات مشتركة. لذلك
كان لا يجوز أن نكون شركاء في إقليم كردستان وخصوم في بغداد. لذلك الاتحاد الوطني الكردستاني لديه جغرافيا سياسية، هناك تفاهمات واتفاقيات سابقة، يعني اتفاقية استراتيجية 2007 بين الاتحاد والديمقراطي. كل التقدم والازدهار الموجود في إقليم كردستان هو نتيجة التفاهمات والاتفاقيات الاتحاد والديمقراطي. لذلك تعبير جدا لطيف سيد كاكاي عندما تقول حضرتك الاتفاقية. هذه الاتفاقية أصبح عرف سياسي في إقليم كردستان، كما هناك عرف سياسي في بغداد. الرئاسات الثلاثة تقسم بين المكونات الرئيسية الثلاثة، كما هنا ايضا اصبح في كردستان عرف بان اعلى منصب في الاقليم هو للديمقراطي الكردستاني، واعلى منصب في بغداد هو للاتحاد الوطني. يعني قالها الرئيس بافل طالباني في ملتقى الاتحاد بكل صراحه، اذا زحم الديمقراطي منصب رئاسه الجمهوريه الاتحاد الوطني في انتخابات القادمه في اقليم كردستان، الاتحاد الوطني سيكون له مرشحين، ليس مرشحا واحدا، مرشحا لرئاسة الأقليم ومرشح آخر لرئاسة الحكومة، باعتبار يتم بشكل نهائي انتهاء التفاهمات والاتفاقيات السابقة. لذلك في مرحلة بعد العيد مع الديمقراطي أو نعود إلى الاتفاقات والتفاهمات السابقة، أو نذهب إلى قبة البرلمان بمرشحين كرديين. شكرا. والقبة البرلمان في الفضاء الوطني يحسم منصب رئاسة الجمهورية. أشكرك شكرا جزيلا سيد غازي كاكاي عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، وشكر كثير لحضرتك أستاذ مرتضى ملا جواد عضو الهيئة العامة لاختيار الحكم الوطني، وشكر كثير لحضرتك الأستاذ صباح العقيلي عضو شبكة هدف التحليل السياسي، وشكري أيضا لكم ضيوفي الكرام مرة أخرى. نتواصل وإياكم مشاهدي الأحبة في الملف الآخر، نتابع. تظاهرات ومسيرات واعتصامات، نقابة المهندسين تدق ناقوس الخطر وتطالب بتحسين أوضاع المهندسين وتشغيلهم وتوفير الضمانات لهم. من جديد حياكم الله. تظاهر المئات من خريجي الهندسة اليوم الثلاثاء احتجاجا على التسويف الحكومي في تلبية مطالبهم بالتعيين واحتساب الشهادات، فمناشدتهم لم تجد الأذن الصاغية برغم تعاقب السنين، وهذا التجاهل للمطالب حتما راح يولد احتجاجات مماثلة. هاي الشريحة المهمة ما زالت خارج دائرة الاهتمام. ملفنا الثاني من الحصاد راح نناقش هذا الموضوع بكل أبعاده، لكن بعد أن نشاهد التقرير الآتي. تحت شعار المهندسون بناة العراق، احتشد العديد من خريجي كليات الهندسة ومن أغلب المدن العراقية في العاصمة بغداد وتحديدا أمام بوابة المنطقة الخضراء بدعوة من المركز العام للنقابة. خريجو الهندسة بكافة اختصاصاتهم في الوقفة الاحتجاجية رفعوا الصوت عاليا مطالبين بإنصاف هذه الشريحة وتوفير التعيينات لهم أسوة بأقرانهم من الفئات الأخرى التي شملت مؤخرا بإجراءات التعيين. كما وعدناكم أن نكون مدافعين عن حقوقكم، مطالبين باستحقاقاتكم، مساندين لمطالبكم المشروعة في التعيين والتثبيت والمخصصات الهندسية واحتساب خدمتكم وشهاداتكم في القطاعين العام والخاص وإقرار قانون حماية المهندس. أولياء الأمور لهم نصيب في الاحتجاج أيضا، فهم يأتون عوضا عن بناتهم وأولادهم ويتجمهرون منذ قرابة السنتين، فالوعود التي حظي بها هؤلاء لم يلمسوا منها شيئا على أرض الواقع، وعليه فإن حالهم حال بقية الشرائح يلوحون بالتصعيد إذا ما غاب صدى احتجاجهم عند الجهات المعنية. على ساعتكم معكم على تحت أشعة الشمس وتقلبات المناخ يعتصم أصحاب الخوذ البيضاء ويطرحون العديد من التساؤلات عن الأسباب التي تقف عائقا أمام تلبية مطالبهم في توفير فرص عمل تضمن لهم الحياة الكريمة، برغم وجود العديد من درجات الحث والاستحداث التي تحقق أحلام الكثير منهم. علي حبيب، الأيام الفضائية.
حياكم الله مجددا مشاهدي الاحباء، بهذا الملف ارحب بضيفي الكريم الاستاذ مصطفى حنتوش الخبير المالي والاقتصادي. حياك الاستاذ مصطفى ضيفا كريما. استاذ مصطفى، الشباب تعبوا، تظاهرات، شمس حاره. نعم. مو بس الشباب، اولياء امورهم. نعم. سيداتنا الكريمات ما يخلون بناتهم يطلعن وحدهم، لازم تطلع وياها الام. نعم. هذا الزمن والجو الحار والشمس اللاهبه، وبالتالي نشوف انه اعداد تزايد. نعم. هسه خلينا نفرق بين التظاهرات السياسيه والتظاهرات المطلبيه والبحث عن عمل. نعم. يعني احنا هوايه ما شاء الله صارت عندنا طبقات من التظاهرات. خلينا نحكي بلغه الارقام. نعم. وزاره التخطيط قاعدين نايمين. وزاره التخطيط اليوم حقيقه انطت ارقام. بس نسيت ان هي مسؤوله عن التخطيط لاجل معالجه هاي الارقام. كانوا فرحين جدا وزير التخطيط مع مجموعه من الكادر المتقدم باعطاء نسب ارقام. حقيقه احنا كاقتصاديين نزلت عينك الصاعقه. شلون؟ احنا من خلال الارقام الموجوده في وزاره العمل اللي تعلن من فتره وفتره وبعض المنظمات، كنا يعني حاصلين نسبه العاطلين عن العمل. نعم. بفئه حقيقه لا تتجاوز 3 بالزائد 4 مليون. نعم. عاطل عن العمل. اليوم وزاره التخطيط حتى نكون دقيقين بالارقام قالت ان القوه القادره على العمل من العراقيين هم 39.5%. يعني تقريبا 40% قادره على العمل. زين، احنا 40 مليون 41 مليون، يعني 18 مليون قادره على العمل. زين، قالت 17% من عندهم هو بطاله، نسبه البطاله 17%. فضربنا 18 مليون حقيقه في 17% يطلع الناتج ما يقارب 6 مليون. اذا زادت يعني وين 3 4 وين 6، يعني هذا ضعف. زين، هذا حقيقه من 6 5.5 الى 6 مليون، هذا رقم حقيقة مرعب جدا وخطر. الخريجين كل سنة يزدادون. نعم. لا في الخريجين وغير الخريجين هم عندنا بطالة. غير الخريجين بطالة، الخريجين كل سنة الكليات الأهلية والحكومية تخرج آلاف الخريجين، بالتالي راح تتضاعف هذه النسبة سنويا. وحقيقة احنا كنا منتظرين يعني فد مؤتمر آخر أو فد ورقة أخرى لإعلان الخطة لأجل معالجة نسبة البطالة، لكن المؤتمر انتهى وما لا في ما لا. فقط نعرض الرقم. وجود فن البدايات. لا، وكانوا مرتاحين صراحة، يعني أنا هذا اللي يعني اللي ثار شجوني، جماعة مرتاحين جدا، يقول لك 17% نسبة البطالة. عمي هذا رقم معناتها أن الاقتصاد في خطر. إذا ما أقول لك الاقتصاد عاطل عن العمل، لأن أنت تجيب لي فئة 6.5 مليون في عز طاقتهم قاعدهم، لا شغل ولا عمل ومسجلهم والحمد لله أحصيناهم. وتعالي شنو الحل؟ استاذ احمد، احنا نريد نفتح الاقتصاد العراقي، بس من يسمح لنا؟ هل هناك دوله او برلمان او لجنه ماليه تسمع للاقتصاديين في هذا البلد؟ تقدم الخطط؟ انا اقول لك مقدما لا. هسه احنا خلينا دوركم، هسه يجوز هسه ما اريد اعبر انه حتى الخبراء الاقتصاديين ايضا عاطلين عن الاستشاره. طيب. او معطله جهودهم. قبل ايام احتجاجات واسعه ايضا شهدتها شوارع بغداد والمحافظات بسبب عدم احتواء شريحه الشباب، ليش الحكومه عاجزه لغايه الان عن طرح هاي المعالجات رغم ان هنالك وفره ماليه؟ لكن لغايه الان ما شفنا فتح حل جذري. استاذ احمد، احنا في مرحله الان هي وفره ماليه عملاقه بالنسبه لنا، موازنه 21-127 تريليون، نحن امام موازنه قد تصل 180 تريليون. زين، يعني احنا امام فرق 60 تريليون، هذه موازنه اخرى. لكن هل الوفره الماليه تستطيع هذه الحكومه وهذه القوانين وهذا النظام الاقتصادي الغير واضح الملاعب؟ لا هو معلم راس مالي، لا هو معلم اشتراكي، لا هو مركزي، نظام معقد ومشوه وهجين. قادر ان يحول هذه التريليونات الى اقتصاد؟ انا اقول لك لا، غير قادر، لان الدوله ضعيفه امام الفساد. يعني اليوم لما تجي انت تقول لي بقانون الامن الغذائي الطالع 13 تريليون توديها مشاريع استثماريه جديده، واحنا عندنا 7000 مشروع متلكي، وراح تضيف عليهم 1000-1500 مشروع جديد. زين، انت المتلكي عايفه راح تعد جديد، وهذا الجديد استاذ احمد لسنه واحده، ها سنه اللخ بس ينخفض هذا النبط راح يندثر. نحن امام ادوات صعبه. هسه اذا تقول لي شنو الحل، انا اقول لك شنو الحل. احنا حلنا بالتفعيل القطاع الخاص. شو نفعل القطاع الخاص؟ استاذ احمد، بدل ما انطي الدوله 30 مليار دولار اخذت وزاره الصناعه، والى اليوم ما عندنا صناعه، ضحك، كلها اخذوها فلوس ومصانع فاشله وغيرها، كان المفروض انا ابني لي بها 17 مدينه صناعيه، طرق، كهرباء، تأثيث خاص للمدينه، معالم المدينه، واسلمها لقطاع خاص، تعالوا اشتري مصنع ما شنو،
مصنع مال اكل، مال شرب، مال لبس، هاي مدينه صناعيه متكامله. الى اليوم من معيب مصر والاردن يبدون يبنون مدن صناعيه ويجيبون المصريين ويبدون يشتغلون بها واحنا صافنين، والله ومن عندنا شغل. الى اليوم ما عندنا ولا مدينه صناعيه، عندنا واحده في ديقار تحت الانشاء. زين، بدل ما انت تروح تسوي لي معامل ومصانع مال الحكومه بائسه تطيح الفساد تسوي لي مدن صناعيه. بدل ما انت قاعد 24 ساعه تعطي مبادرات مال زراعه تروح كلها فلوس المزارعين اللي يشتغلون بها، لا تعال حضرتك اللي كخبير مالي واقتصادي دور قائد راي، هنالك سلطه تسمع صوتك وهنالك قاعده جماهيريه ايضا تلخص افكارك وتستفيد من عندها. التقي ايضا وارحب بالاخ احمد عامر مهندس متظاهر. مهندس احمد، اليوم نتحدث عن تظاهراتكم، شنو اهم المطالب اللي رفعتوها خلال التظاهرات؟ عفوا استاذ، اهم المطالب اللي رفعتوها خلال تظاهراتكم مهندس احمد؟ نعم، السلام عليكم ورحمه عليكم الله. وعليكم السلام. بدايه التحيه طيبه لكل الشعب العراقي بكل اطيافه واصنافه. مطالبنا معروفه، الفئات اللي كانت تخرج بالسنه الماضيه والسنه اللي قبلها كانت فئات يعني محدوده تخرج يعني في مكانات في كل شوارع وازقه بغداد. اليوم الوضع اتصور انه يعني تحول للافضل للاحسن من خلال العمل النقابي الصريح اللي مناط له. اليوم السيد النقيب السيد الفقار الحوشي وحد صفوف المهندسين والفئات المهمشه من اجل رفع الظلم والغبن عنها في الخروج في مظاهرات منظمة، مظاهرات يقودها مهندسين ذو مهنية وذو عمل صحيح. ممكن نتصور احنا بالفترة القادمة راح نحصل كل حقوقنا. بالتالي دعوة لكل المهندسين العراقيين بالوقوف ومساندة كل الفئات اللي تخرج. اكو فئات عندنا احنا عندها مطالب محدده اللي هي الناس اللي عاطله عن العمل، يعني المهندسين، فئات المهندسين العاطلين عن العمل، وفئات اخرى منهم المطالبين بالتثبيت وغير ذلك. احنا اليوم كاعلام مهندس احمد، نعم، كاعلام ايضا من واجبنا انه نوقف وياكم وهذا التنظيم الجيد، ولكن ايضا عندما يتحدث ضيف الكريم الاستاذ مصطفى حنتوش يتحدث عن هنالك، عفوا صوت شوي، تسمعني ارفع صوتي لو يوصل متقطع. نعم، نعم، لكن اكو نويز يعني. استاذ مصطفى، نعم، حنتوش ده يقول انه اكو مسالك لازم تتخذها الحكومه، قطاع خاص يفعل، والمهندسين يعني هم اصحاب هذا الاختصاص واصحاب هاي المساحه، مساحه القطاع الخاص بالمعامل والمصانع وغيرها. التقيتوا بممثلين حكوميين؟ صوت يعني مو كلش يعني اكو صدى بالموضوع يعني. استاذ احمد، لا ممكن التقيتوا، نعم، بممثلين عن الحكومه؟ اكو هنالك وعود وعدوكم بها راح تستجيب لمطالبكم؟ استاذ اسف يعني الصوت مو كلش واضح. بتظاهراتكم التقيتوا بممثلين حكوميين؟ نعم. التقيتوا يا ناس من الحكومه؟ عفوا، بممثلين حكوميين، ناس من الحكومه وعدوكم وعود معينه؟ يعني صراحه الناس اللي حاليا الكادر النقابي هو اليوم المسؤول عن هذه المظاهرات بشكل صريح وبشكل رسمي. بالتالي هم ناس مو حكوميين، ناس هم يعني يعني اليوم هم يمثلون المهندسين العراقيين في نقابه. طيب، المهندسين هم غير معينين في دوائر الدوله. طلعت التظاهرات، التقيت ويا 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 مسؤولين تظاهراتكم؟ اكو ناس مسؤولين قعدوا وسولفوا وياكم؟ هو الاول، نعم، السيد النقيب ذو الفقار الحوشي هو مسؤول عن المظاهرات اليوم، المطالب بشكل صريح وعلني، مطالب بحقوق المهندسين العاطلين عن العمل. طيب، الفئات الاخرى اللي هي، نعم، نعم، طبعا 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 لا ننسى دور بعض النواب اليوم اللي ساندونا. نتامل ونترجى انه يعني اغلب النواب اللي هم مهندسين، خل نحكي بهاي الصفه، اللي هم مهندسين، ان يسادون اخوانهم، لان هي الدعوه كانت من نقابه المهندسين الى عامه المهندسين، الى كل مهندسين العراق اليوم. هم لازم ينصفون انفسهم بالاول، لانه كثير كثير من التهميش وكثير من الغبن اليوم واقع على عاتق المهندس. ما في، طيب، احد يطالب فيه غير طيب استاذ احمد، خليني اروح لاستاذ مصطفى. استاذ مصطفى، يعني اليوم مع اقتراب نهايه عمر الحكومه الحاليه، حكومه تصريف الاعمال،
راح نرجع لسياسة ترحيل الأزمات أو سياسة إطلاق الوعود وإرجاء تنفيذها إلى الحكومة المقبلة، بحيث تأتي الحكومة المقبلة وتقول لك والله أنا استلمت تركة ثقيلة وبالتالي ما أقدر أوفي بهذه الوعود؟ لا، أنا أعتقد أن الحكومات اللي فاتت ناحية اقتصادية أتكلم ما يعني وضعت أمور أن هي طلعت بأمور جيدة، يعني تأتي الحكومة اللي بعدها تقول لك جتني أزمة. هذه الحكومة بالذات افتعلت أزمة ضخمة في الاقتصاد. احنا الارقام اللي اجيب لك مسات 2020 كانت عندنا نسبه الفقر 21% رسميا، اليوم 31% رسميا. نسبه البطاله كانت 1,750,000 بعد. يعني هاي وفق اي معيار علمي منطقي لما تزداد الوفره الماليه وتزداد وياه مستوى الفقر والبطاله من 1,750,000 الى 4.5 مليون؟ يعني شو التناسب الطردي هذا؟ لان الاقتصاد بمشكله، العقل الاقتصادي اللي يحكمنا عقل بمشاكل. يعني احنا قلت لك استاذ احمد احنا الفلوس تجينا بس الفساد منتظرها، قوانين تعبانه تنزل مباشره عند الفاسدين. احنا نحتاجين جسر مال قوانين يعبرنا على الفساد، يوصلها فعلا للشارع العراقي، يوصلها للاقتصاد، للعمل، للصناعه وغيرها من الامور. فبالتالي لعبوا بسعر الدولار، موضوع اكبر من فهمهم حقيقه، لعبوا بهذا الموضوع. شنو اللي وفر لنا 14 تريليون؟ اليوم حايرين احنا بخزينه الدوله، حاير هذا القانون المطلع 25 تريليون، يعني هذا عادل ما سنتين توفير دولار. الدولار سبب الشارع، سحق طبقات من المجتمع، هذا الموضوع كان له داعي؟ ما له داعي حقيقة. زين، اكو معالجات كثيرة احنا، بس هو مشكلة مو حكومة اقتصادية. أستاذ أحمد، أي حكومة قادمة ليست اقتصادية سوف تفشل. لأن مشكلة هذا الدولة شنو؟ مشكلة الاقتصاد اليوم أصبح. لدينا ملايين عاطلة عن عمل، لدينا نسب فقر فاحشة، لدينا ارتفاع عالي في أسعار السكن، حتى الإنسان الميسور الحال أستاذ أحمد، اليوم عاجز عن يوفر سكن. يعني شقة بسيطة 350 مليون داخل بغداد، معقولة يعني هذا المنطق؟ ايش قد وقتك حتى تجمع 350 مليون؟ لو حتى صارت ما ادري ايش قد. فبالتالي هذه المشاكل الاقتصادية أستاذ أحمد حاصرت الاقتصاد العراقي. نحتاج إلى أبعد من موضوع ارتفاع أسعار النفط، إذا تجينا حكومة نفس العقلية، ارتفع أسعار النفط طلعوا عندنا وفرة، ماكو أسعار النفط طلعوا من الرواتب، ما سوينا شيء. نحتاج إلى حكومة توزع أراضي، حكومة تسوي مصالح عقارية، حكومة تعدل القوانين، طيب. حكومة تتفاوض على الكهرباء مع سيمنز بحضور الفدرالي الأمريكي، حكومة تتفاوض مع ميناء الفاو. هالصفر استثمر وجودك، يعني صار الفترة مع ملتقين بحضرتك. لما الحكومة المقبلة والأروقة السياسية تتحدث عن تشكيل حكومة خدمات وصفتها، نعم، هسه حكومة الخدمات من ضمنها توفير أو استثمار الانتعاش الاقتصادي لتوفير هاي الخدمات، شلون راح يعود بالنفع على البطالة المستشفية؟ أولا احنا إذا تيجي تعرف الحكومة حتسوي فعلا اقتصاد لمصب على برنامجها الحكومي. إذا قالت الحكومة احنا حنعيد الصناعة الوطنية، أعرف أن هذا كذب. إذا قالت لا احنا راح نقوم بعملية مشاركة مع القطاع الخاص بمعاملنا بمصانعنا وفتح مدن صناعية بعدد 20، اعرف ان هذا الحكومة جدا تحشي اقتصاديا. تمام. إذا قالت يابا احنا نعين كل الخريجين، إذا قالت لا انا عندي ناتج قومي 250 تريليون وعندي متوسط دخل المفروض يوصل 700,000 للفرد يوصل 150,000، انا حقلل هاي الفرق من خلال قانون الشركات، قانون هيئه الاوراق الماليه، من خلال القوانين الاساسيه، اعرف ان الحكومه قاعده تحدد شنو اقتصاديا. فاحنا منتظرين برنامج اقتصادي استاذ احمد. اذا شفنا البرنامج مثل قبل راح نسوي صناعه وزراعه، هذا اعرف هذا حكي فارغ، لان دول العالم هسه مثلا من يجي جو بايدن يجي باجراءين اقتصاديات، الاول تخفيض نسبه البطاله من 3.5% الى 2.5%، الثاني معالجه الاثار الاقتصاديه الازمه شنو؟ كورونا. القبلة اللي هو حقيقة ترى اجى بخطتين، الخطة الأولى تخفيض التأمين الصحي، تخفيض أقساطه، والخطة الثانية تقليل الآثار الاقتصادية الناتجة عن المكسيك، نقطتين هاي أعظم دولة، احنا جايين ببرنامج هالطولة، هو إذا حقق نقطة من عنده أنا معتب له. أنا أشكر صراحتك أستاذ مصطفى حنتوش الخبير المالي والاقتصادي، ولكن أيضا قبل ما ننهي الحلقة نذهب إلى مشاركة المتابعين موقع قناة ريان الفضائي بموضوع حلقتنا، سألناهم هل تؤيد ما ذهب إليه المهندسون العاطلون عن العمل من تظاهرات ومسيرات واعتصامات للمطالبة بحقوقهم؟ 75% من المتابعين أيدوا هذا الموضوع، 20% ما أيدوا، و5% تحفظوا على الإجابة. الشكر كثير لحضرتك أستاذ مصطفى حنتوش الخبير المالي والاقتصادي أثرية الحوار في هذا الملف، والمهندس أحمد عامر المهندس المتظاهر، شكرا جزيلا لانضمامك معنا عبر سكايب. شكرا جزيلا لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة، في أمان الله.